خلونا نشوف قرار اخر للرئيس رفع الاعفاء الضريبي حد الاعفاء الضريبي بحوالي خمسه في الميه لكافه العاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصاديه وشركات قطاع الاعمال والقطاع العام عشان يصل إلى 45 ألف جنيه مقابل 36 ألف جنيه ده برضو مش التعديل الأول ولكن هذا هو التعديل الثاني في حد الإعفاء الضريبي خلال أقل من عام آه لانه زاد آه في يونيو الماضي من آه 24 الف جنيه الى آه 36 الف جنيه آه يعني حوالي 50% وبالتالي يصل اجمالي الزيادات لحد الاعفاء في اقل من عام ل 87.5% زياده حد الاعفاء الضريبي كده خلال 2023 زايد 87.5% وهو ده دا دايما يعني في الاصلاح الاقتصادي في دعم لابد من دعم الطبقات الادنى، لابد من دعم من لديهم دخل محدود هو ده الدعم اللي لابد ان تقدمه الدوله وده الحقيقه دور الدوله. حوالي 20 مليون مستفيد من العاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصاديه وشركات القطاع الاعمال وده طبقا لتصريح مسؤول سابق في او مسؤول في الضرائب لما كنا بنتكلم على رفع حد الاعفاء الضريبي. نتكلم بقى على تكافل وكرامة وتكافل وكرامة وده واحد من أهم المشروعات الاجتماعية الحية اللي بتقدمها الدولة لمحدودي الدخل والرئيس قرر النهاردة زيادة مستحقات المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% وبإجمالي بيصلهم دلوقتي 5 مليون أسرة وما كانوا أربعة وحصلت لهم زيادة أيضا وصلت لي 5 مليون أسرة أيضا هذه هي زيادة تانية خلال عام حيث جرى في ابريل الماضي زياده مخصصات تكافل وكرامه بنسبه 25% والمخصصات كانت بالفعل قد نمت بمعدل 42% من 2018 لحد 2023 وارتفع عدد المستفيدين ل 5 مليون مقابل 4 مليون. المنحه والعلاوه الاستثنائيه النهارده من قرارات الرئيس مضاعفة المنحة الاستثنائية لاصحاب المعاشات اللي هي كانت 300 جنيه هتبقى 600 جنيه وده برده بزيادة 100% في المئة بيستفيد منها كام بيستفيد منها 11 مليون مواطن مصري ايضا زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه للعاملين بالجهاز الاداري للدوله والهيئات الاقتصاديه وشركات قطاع الاعمال وقطاع العام برضه 100% من 300 جنيه الى 600 جنيه. نروح بقى للمزارعين ده, ده حوالي 5.2 مليون موظف يعني الموظفين في الجهاز الاداري للدوله هيزيدوا 500 جنيه وكمان في زياده العلاوة حد هيقول لي ما هو مش كتير ما انتم مش عارفين زيادة الأسعار كام ما انتم مش عارفين الغلاء صحيح لكن الدولة بتحاول قدر استطاعتها وفي أوقات صعبة الحقيقة عمل يعني المزارعين النهاردة آه آه الرئيس اتكلم عن إعفاء المتعثرين من سداد فوايد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 24 وفقا لبيان من وزاره الزراعه منذ قليل احنا بنتكلم على 80 الف مزارع سيستفيدوا من مبادره الرئيس باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات المستحقه لهيئه التعمير والتنميه الزراعيه دي حوالي 500 مليون جنيه ايضا من القرارات البنك الزراعي المصري يقوم باطلاق مبادره للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين قبل يناير 22